تواصل وزارة الداخلية تطوير وتحديث أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية بهدف الارتقاء بالخدمات الجماهيرية والأمنية التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للمواطنين والمقيمين من الأجانب. تسعى وزارة الداخلية نحو تطوير كافة قطاعاتها بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين في الحصول على خدمة شرطية مطورة بصورة حضرية، ومنها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. لذلك تواصل الوزارة استكمال خطتها لتطوير أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية لإتاحة خدماتها للمواطنين والمقيمين من الأجانب بشكل حضاري وراقي، يتفق مع رؤية مصر المستقبلية في الارتقاء بكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في عمليات التطوير التي تشهدها أقسام الجوازات والهجرة والجنسية بكافة المحافظات، والتي شملت رفع كفاءتها الإنشائية عن طريق الالتزام بنموذج معماري موحد رعي فيه الشكل الجمالي والمعماري المميز لها. كما امتدت يد التطوير إلى الخدمات المقدمة داخل أقسام الجوازات من خلال الاستعانة بخاصية الاستدعاء الرقمي الآلي وزيادة شبابيك تقديم الخدمات للمواطنين، بما يختصر زمن انتظار طالب الخدمة والذين تم تخصيص أماكن انتظار لائقة لهم. بصراحة المكان مختلف عن المرة اللي فاتت، في تغيير أحسن، حتى المعاملات وأنت انتظار شيك تمام، عمل كانت أحسن حتى المدة. يعني أنا كنت مفروض باجي أعمل غير الجواز بيقول لي يومين ثلاثة، إنه بيقول لي إنه هيخلص النهاردة وهستلمه، فحاجة جميلة جدا. كل الناس هنا متعاونة وشيء جميل وشيء مشرف، وما فيش ما خدش وقت خالص. يعني مبنى تحفة والخدمة تحفة وكل شيء تحفة بصراحة. النظام يختلف على الأول، يعني في تطور وفي مجهود حلو وكل واحد بياخد دوره. احنا نشكر وزارة الداخلية على اللي عملت لنا جوازات هنا مسهلة وحاجة كويسة خالص يعني. وقد وضعت وزارة الداخلية خطة زمنية محددة يتم تنفيذها على مراحل بهدف تطوير كافة أقسام الجوازات والهجرة والجنسية على مستوى الجمهورية، وبما يضمن جودة تقديم الخدمة للمواطنين بحيث لا تقل عن تلك المقدمة داخل المقر الرئيسي المطور بالعباسية. أنا جاي من سويسرا، جاي أجدد الباسبور بتاعي، فلقيت حاجة فعلا جميلة جدا من الإدارة لحسن خدمة الموظفين، في مساعدة في الأداء، في سرعة في الأداء، في نظافة في المكان، في الأجواء اللي احنا فيها دي. طبعا حاجة تشرفنا، طبعا الكلام ده ممكن نطلع نقوله والناس في سويسرا. وديت الجوازات عشان أجدد الإقامة، الحمد لله الأمر تم في 5 دقائق واستلمت الجوازة والحمد لله. وهكذا يمكن للمواطنين والمقيمين من الأجانب الحصول على مصدرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بذات الجودة والصورة الحضارية من أقسام الجوازات المطورة على مستوى الجمهورية، وهو هدف وزارة الداخلية من التطوير، خدمة مميزة للمواطنين بشكل حضاري. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.